الكاوتش بتاعها نشف شويه. اللهم صل على النبي. نحاول كده الباك بتاع الميه، يعني تلاقيها بتسرب نقط ميه بسيطه. يعني احنا قلنا دول جيل كام يا فندم؟ 2000؟ دول مواليد 2009 طلع الكابتن مراد. مواليد 2009. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. اشتغلت وعلت ووظفت كل حاجه. لا 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 لا. طب احنا في الشتاء بقى فيه دفع الميه بتبقى الجوال مش سهل. ده مدرب الجوال لو لقيناه يبقى فضل وعد من ربنا ما لقيناهوش. هو بيعمل حاجات كده ايه يعالجها يعني. ايوه هو كورنيش. ايوه انت منتخب مصر. اهلا وسهلا انسه ملك. ربنا يبارك بنت سيادتك. ماشي. اهلا وسهلا. كل دول ولادنا. بسم الله ما شاء الله طبعا. احنا اولياء طبعا 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 طبعا. طبعا ربنا يبارك. يعني الحاج بهجت ابنه استاذ بطل. بهجت ابنه بطل ومعلق في الجمهوريه ومعلق في اسكندريه في بطوله يعني بيدخل لبطولات وكان في بطوله المياه المفتوحه 5 كيلو شرم الشيخ. بتاع شرم الشيخ واخد سادس جمهوري. ربنا يبارك. على فكره الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث له ها ركوب السباحه وركوب الخيل. تاني الحديث الرياضه بتقوي العقل وبتقوي الجسم وبتحفظ الشباب زي ده من كل سوء. تمام. اما العيال اللي قاعدين 24 ساعه على الزفت النت ده. لا 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 هو مهند برضه ولي امر ولي. لا لا لازم تدخل كلم ابو هند. لهم فتره تدريب قد ايه يا فندم؟ كل يوم بياخدوا ساعتين. كل يوم ساعتين. ساعتين وفي ايام التمرين المفروض 7 كيلو. طب احنا كتربيه وتعليم تدي انشطه والمفروض لها درجات. بس بتبقى في المراحل اللي هي ايه؟ ثالثه اعدادي، سته ابتدائي، مراحل النقل، مراحل الشهادات. بياخدوا عليها درجات. بالظبط. لان هو التدريب ده ياخد من وقت الطالب. امال ايه؟ هو حتى لما بياخد تفرغ كمان من المدرسه ساعات بيطلع بطوله بنستاذنه من المدرسه بناخد جواب اللي هو طالع بطوله وكلام من ده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. استاد المنصوره الرياضي اليوم 3/2/2023. بسم الله ما شاء الله. طب الكراسي دي بقى لايه؟ لا دي الستارت. ده ما الستارت بينط من عليه. لما يكون في سباق ما بيعومش كده. ما بيعوم طولي 50 متر. بالظبط. لان كده حمام اولمبي اللي هو مزمن يعني مساحته سيادتك 50 متر اللي هو اولمبي. خمسين. فممكن لو بيقذف يعني يقف يكون على القفز. القفز من هنا الى اللي تجاهه. في هنا غطس هنا كمان ده حاجه شرح برضه. ربنا يبارك. ربنا يبارك. الله يخليك. ربنا يبارك. بالتوفيق يا بنات. هتطلع معاد الراجل يلا. يلا انا استاذن.